راكم مراد بونونا العود عندي عزيز عليا. جاء عندي واحد السيد قال لي غندربو لك، قلت لي بسم الله، قلت لي هذاك الشيء اللي حسبتي عليا صافي سير ديه دربو وجيبو لي. دا اخوتي دا البلاد باش يدربوا. شنو المنطقه ديال ولاد داوود، الغنادره دا تماك هي باش يدربوا. دا ملي يدربوا دا 3 ايام هو عيط ليا قال لي العود راه مشى، ما يمكنش العود يمشي، وعنده هو العودات معاه تماك هي، ما يمكنش العود ديالي يمشي. داز 3 ايام ويقول لي العود راه مشى، مشيت انا تنقلب ما لقيتش العود ديالي، وانا دابا راه مريض من جيت، وانا راه مابقيتش نعس ما والو. وليت شاف العود ديالي يعلم به الله يخليكم، هادشي اللي كاين اخوتي. العود شحال ديال الثمن ديالو؟ العود اخويا تقريبا حتى 4 المليون، العود دهم وعزيز عليا راه العود اخويا. باقي يلاه الرزابه يلاه بدا يركب، يلاه ديتو باش يدربوا ليا. ومازال اخويا ما باقي لدابا هو شاك فيه. ملي سولت الناس قال لي داك السيد راه ما فيش المعقول، حتى التواخر عاد ولاو تيقول لي داك السيد راه ما فيش المعقول. قبيله كامله جري تا والو، عييت من جري والو ما لقيتش العود. ودابا انا راه مريض من جيتو، لا والو ما ناعش اخويا البارح. انا من جيت العود انا راه مريض دابا. ولفتيه؟ ولفت اخويا وعزيز عليا، انا تنسمح في راسي وتنمشي لهذاك العود. صباح مشيت الصباح نشوفه، في عشيه نشوفه. انا من ناحيه العوده انا راه مريض، ما عرفتش بقيتش عارف هذا السيد. ملي تمشي عنده تنقول لي العود فين هو، تيقول لي العود راه مشى، ما عرفتش شنو غندير انا. اللون ديالو اخويا دهم والعود عزيز عليا. تنتمنى من خوتي المغاربه اللي شافوا يعلم به، يعيط لي يقول لي ولا يعلم به. هادشي اللي كاين اخوتي.